فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى: المراد به التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل، هل يشرع أن أترك قيام الليل وأعوض عنه بقراءة الحزب الذي اعتدت أن أقرأ به في الصلاة؟ لا، اجمع بينهم، اجمع بين قيام الليل وبين قراءة الحزب، اجمع بين الخيرين والفضيلتين، لا تقتصر على إحداهما فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، قم الليل إلا قليلا، هذا في أول الأمر، قم الليل إلا قليلا. ثم لما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله خفف عنه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا يكفي عن طول القيام في الليل. نعم، تعوض هذا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكون آخر السورة ناسخا لأولها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.